يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا بسنت، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. أيام جميلة، كلها أعياد، ربما أعياد يعني بالنسبة لنا في كمسلمين في رمضان، اقتراب عيد الفطر المبارك، وأيضا بالنسبة لإخواتنا الأقباط أكثر من عيد، و في عيد هيجمعنا كلنا على مائدة واحدة. 48 ساعة ويبدأ العيد الأهم في تاريخ المصريين، الأقدم على أرض كيمت، اللي مكتوب ومنقوش في معابد أجدادنا العظام، فأكبر حضارة وأقدم حضارة وأهم حضارة نشأت على كوكب الأرض. العيد ده بيسموه عيد الربيع، وإحنا عرفناه باسم عيد شم النسيم. كان المصريون بيخرجون إلى المتنزهات العامة بيحتفلوا، بيأكلوا الأسماك المملحة، وتوارثت الأجيال جيلاً بعد جيل قصة الأسماك المملحة دي، لغاية لما بقى عندنا عدد من هذه الأسماك. عندنا الملوحة، عندنا الرنجة، عندنا الفسيخ، عندنا كل هذه المائدة اللي بتظهر في شم النسيم وبتجمع كل أطياف المصريين على أرض واحدة وعلى أرضية واحدة، وهي أرض مصر. على أي حال، المقدمة دي بنقولها ليه؟ لأن الفسيخ ربما عدد كبير من الأبحاث العلمية قالت إنه هو ليه أضرار، لأنه هو بيدخله حاجة اسمها بكتيريا لا هوائية، وهذه البكتيريا لا تتأثر بالخل أو بالليمون، بتظل كامنة جوه الفسيخ نظراً لطريقة التفسيخ اللي بتحصل فيه، لأنه بيتم تمليحه بشكل زائد، فربما بيسبب مشاكل كبيرة جداً، منها ضيق التنفس، من ارتفاع ضغط الدم، من تسارع ضربات القلب، منها مشاكل في القنوات الهضمية. عدد كبير من الأطباء بيحذروا على الفسيخ بالذات، وبيقولوا عايز تاكل رنجة ما فيش مشكلة، لو عندك ضغط دم تجنب الملوحة. لكن بشكل عام الأسماك المملحة تظل من أهم الأشياء اللي المصريين بيفضلوها في الاحتفال بعيد الربيع. سؤال النهاردة، هتاكل فسيخ في رمضان بمناسبة شم النسيم اللي هو هيبقى يوم الاثنين الجاي، اللي هو كمان 48 ساعة، ولا هتأجله لبعد العيد؟ طقوسك ايه؟ احكي لنا عن يومك في شم النسيم، هتعمل ايه وعندك رمضان في صيام وفي نفس الوقت شم النسيم، يعني فرصه لا تعوض بلقاء الاسماك المملحه. انا عايزه اقول لك انه في ناس اصلا في رمضان ما بتاكلش السمك. بتقول لك السمك بيعطش. بيعطش طبعا. ف يعني ما يعني على رايي في قوم كده يقول لك وهي المكرونه بشاميل بتروي. ما هو لا يعني كل في اكلات كثيره بتعطش، لكن انا بشوف انه العيد عيد الربيع او شم النسيم ده احتفال مصري اصيل طبعا. احنا متعودين عليه من واحنا صغيرين، فما اظنش ان احنا كمصريين، وهنشوف برده في كومنتس الناس، هنفوت المناسبة الحلوة دي عشان نحتفل بشم النسيم. يمكن أنا ليا ذكريات حلوة قوي مع العيد ده بالذات، لأن كان جدي بيقعد معنا ونقعد نرسم على البيض ونلونه. دي أجمل لقطة بالنسبة حقيقي. للأطفال بالذات حقيقي، فكنا دايما مرتبط معنا العيد ده كمان حتى باللبس الصيفي، بنبتدي بقى ننزل الصيفي ونلبس الصيف، ويبتدي بقى ندور كده على خلاص بقى الأجازة قربت والمصيف قرب والحياة الحلوة، وخلاص بنودع بقى اللي هو الكآبة، أيام الكفاح، كآبة الشتاء. فأنا بالنسبة لي الربيع بكل ما فيه، أو شم النسيم يعني بكل ما فيه من طقوس بنتعود عليها إحنا كمصريين، لازم تحصل كل سنة ولازم نعملها. طبعاً عشان رمضان فممكن ناس كثيرة قوي تأجل احتفال شم النسيم بعد رمضان، خصوصاً إنه خلاص هيبقى فاضل، بنتكلم في 4 أيام ورمضان يخلص من بعد شم النسيم حوالي يعني، فناس كثيره ممكن تقول لك ايه طب خلاص ما جاتش بقى ايه على ال4 ايام دول، اجله شويه نطلع على عيد الفطر، اجله للعيد. وعايزه اقول لك ان في ناس على فكره بيفطروا اصلا، كنت لسه هقول لك في ناس كثيره قوي في العيد اصلا حقيقي. بتفطر الرنجه والفسيخ بعد رمضان، بيقول لك انا كل الشهر بقى كستات يعني انا طبخت وقضيناها طبيخ صح. وتعب، خلوني ارتاح الكام يوم العيد دول، عكس طبعا العيد الكبير. انا هعمل ايه؟ انا من الناس ما باكلش فسيخ كده كده يعني ما اقدرش، يعني مش عشان حاجه مش بحبه، لكن عندي عشق للرنجة طبعاً، حدش يكره الرنجة، الرنجة والبطارخ والحاجات دي، ماليش في السردين والكلام ده برضو، بس يعني الرنجة بالنسبة لي عشق. أنا مش هعملها، بس لو يعني لو مثلاً مامتي عاملاها أو يعني أو حد مثلاً عاملها هاكلها، وحد عزمني عليها هاكلها مش هجريلها، لكن أنا مش هعملها بصراحة. أي. لكن هي طبعا من الطقوس المصرية زي ما انت قلت طبعا الأصيلة، ده أقدم عيد في الموضوع كله. المصري كان عنده المصري القديم كان عنده 3 فصول في السنة مش 4. تمام.
عيد فصل الحصاد وفصل الإنبات وفصل الفيضان والحصاد، مش فاكرين ترتيبهم يعني. هم دول الفصول اللي كان بيحتفل بيهم. فطبعا فصل الحصاد هو فصل الربيع او شم النسيم، فكان المصري القديم بيحتفل بيه، فكان من اهم الحاجات. في فلوس داخله يا بالظبط، في خير، في خير داخل بيعبر فعلا عن الخير. أيوة. فانا في الحقيقه يعني انا مميزه قوي عندي ده، لان عندي ذكريات حلوه قوي مع شم النسيم، وزي ما انت كنت لسه بتتكلم انه كل المصريين تقريبا بيحتفلوا بيه. طبعا ده الحلو بقى، ان انت هنا ده الحلو اللي في بالظبط كده، بتشوف المصريين كلهم في ترابط كده، بتشوفه قدام عينك انه انت مسلم بقى، مسيحي، مش فارقه، انت هتحتفل بشم النسيم كده كده. فده من الحاجات الجميله قوي وطقوس المصريه الخالصه، ان انت مش هتشوف ده في حته ثانيه، ده مرتبط بالمصري القديم. ده سؤالنا اللي موجود النهارده على صفحتنا على فيسبوك، هتاكل ايه في رمضان بمناسبه شم النسيم؟ هتاكل الفسيخ ولا هتاجله لبعد العيد؟ صحونا كده وقولوا لنا نعمل ايه، احنا محتارين، احنا كمان عايزين نعرف اجاباتكم ومتحمسين قوي نستعرضها في خلال الحلقه النهارده. لكن قبل ما اعرف اجاباتكم عايزه اعرف بقى مصطفى، انت هتعمل ايه؟ هتاكله ولا لا فسيخ؟ لا انا هاجل بعد العيد. او في العيد يعني. هاجل لعيد الفطر، ومش هكدب عليكي انا برضو ايه ما بروحش قوي ناحيه انا بحب الطقوس جدا. وزي ما انت قلتي كده بحب اجيب عيالي ونقعد نلون البيض ونعمل الطقوس الجميله دي، لكن انا ما بدخلش الفسيخ في بيتي خالص. ليه؟ لا لان خطر. خطر فعلا. خطر فعلا، وضرني قبل كده وضر اكتر من حد. بهدلني. والكلام اللي موجود فيه ده ابحاث علميه، انا ما بقولش حاجه. الفسيخ يا جماعه طريقه تمليحه غلط. الرنجه ما فيهاش مشكله. وكمان الرنجه فيها مشكله للي عندهم ضغط دم عالي، فطبعا يحبس تاكل معاها عدد كبير من الخيار، الطماطم، البصل، علشان تروي الموضوع. هي بصراحه اكله انت تاكلها وما ينفعش تقابل حد بعدها، يعني انا يعني ايه اكل رنجه وبصل مع بعض وانزل اسلم عن لا يعني. أيه. كلوها، هي فعلا هي لازم تتاجل بصراحه. هي لازم بعد ما تتأجل. فكرت لازم تتاجل. عموما ده راينا، يعني مش شرط ان راينا يبقى رايكم، ممكن يبقى عندكم راي تاني، ممكن يبقى عندكم ذكريات في شم النسيم، ممكن يبقى عندكم كلام عن شم النسيم اللي بيجمع أطياف الشعب المصري مسلمين وأقباط على مائدة واحدة، ممكن يبقى عندكم كلام عن ذكرياتكم القديمة مع هذا العيد الممتد منذ آلاف السنين. اكتبوا لنا، ناقشونا، فضفضوا معانا، هنذكر أهم التعليقات وهنقولها النهاردة على مدار الساعة من خلال سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك. بنصبح عليكم مرة تانية. صباح الفل على حضراتكم وصباح الخير يا مصر. يعني حتى أغاني الربيع كده ليها طعم تاني. نصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو دينا شرف ونعرف منها آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير بصان، صباح الخير يا مصطفى. كل ربيع وانت طيبة. وانت طيب بالصحة والسلامة. انت بقى نشر يعني مقدمة نشرة النشرة الجوية، فأكيد عندك احتفالات خاصة بقى بالجو. الجو اكيد هيبقى حر يوم شم النسيم، يعني احنا معترفين كلنا ان احنا كلنا كمصريين بنصيف يوم شم النسيم. صح. لان ارتفاع درجات الحراره. لكن بالنسبه بقى اذا كنت هاكل فسيخ ولا لا. أيوة. لا انا هاجله طبعا. صح. هاجله الاول يوم العيد، لان هو ليه طقوس خاصه بالنسبه لي. أيوة. يعني انت بتقول فسيخ انا ما ادخلوش البيت، انا ما اقدرش اعيش من غير الفسيخ مثلا ممكن مره كل شهر، من مسببات السعاده بالنسبه لي. الناس فيما يعشقون مذاهب. بس انا فعلا بالنسبه لي لا، الفسيخ والرنجه دي بتبقى اكله كده مميزه، ويوم حافل بالنسبه لي، يوم بيسبب لي السعاده، لان هي انا معتقده بالفكر الفرعوني بتاعنا انها بتطرد الارواح الشريره مننا. فانا متاكده يعني ان الفسيخ والرنجه دي حاجه ممتعه جدا بالنسبه لنا. ماليش دعوه بمصطفى، هاكلها، بس هاكلها اول يوم العيد ان شاء الله. خلونا بقى دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. لسه في ارتفاع في درجات الحرارة مكمل النهاردة معانا. الطقس هيكون مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 35، وأقل درجة حرارة في كاترين 22 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. النهارده عندنا فقرات وموضوعات كتير، ولكن خلونا الاول نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح. ابرزها ان الحكومه استعرضت نشاطها الاسبوعي في انفوجراف. البابا توادروس الثاني، بابا الاسكندريه، بطريرك الكرازه المرقسيه، صلى صلوات الجمعه العظيمه في الكاتدرائيه المرقسيه في العباسيه.
معنا كمان ان وزاره الداخليه اعلنت عن زياره استثنائيه للنزلاء بمراكز الاصلاح، وده بمناسبه عيد القيامه المجيد، وكمان توفير ملابس العيد باسعار مخفضه، وده ضمن مبادره كلنا واحد. تفاصيل اكتر هنستعرضها في سياق التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 8 ولحد 14 إبريل. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات، بالإضافة لاجتماعات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي والأنشطة اللي قام بيها مع البنك المركزي على توفير التمويل اللازم للأدوية المطلوبة والمستلزمات الطبية. امبارح صلى قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وشهدت الكاتدرائية حضور شعبي كبير وامتلأت جنباتها بالمصلين. شارك في الصلوات مجموعة من الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية في القاهرة وكهنة كنائس الكاتدرائية. بمناسبة قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة للقاء ذويهم في مختلف المناسبات، تم منحهم زيارة استثنائية يوم الحد الموافق 16/4/2023. الزيارة مش هتتحسب ضمن الزيارات المقررة ليهم، وده بيجي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير كل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء. وصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، واللي هتستمر لحد آخر شهر رمضان بالتزامن مع الأعياد والمناسبات، وهي عيد القيامة وعيد الفطر المبارك، وده لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن نفس اللي موجودة في الأسواق بنسبة وصلت ل 60% في المنافذ الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. وفي جولة في المحافظات المصرية معنا يمكن مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، واللي كان أبرزها افتتاح 4 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة بتصل ل 15,300,000 جنيه، وكمان تخصيص 7 منافذ لصرف ألبان الأطفال، وده خلال أجازة عيد الفطر في محافظة الفيوم. صحيح، ومعنا أيضا تفاصيل الكشف على 1400 حالة في 7 تخصصات طبية بقافلة طبية بمحافظة بني سويف. ومعنا أيضاً أن مطار مرسى علم هيستقبل 30,000 سائح خلال أسبوع واحد على متن 140 رحلة، وأخبار تانية كتير من محافظات تانية متعددة هنتعرف عليها في سياق التقرير القادم. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها أن مديرية الأواف في محافظة البحيرة افتتحت 4 مساجد جديدة في مراكز دمنهور وحوش عيسى وبدر بتكلفة 15.3 مليون جنيه، وده في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. مديرية الصحة في محافظة الفيوم أعلنت أنه تم تحديد 7 منافذ لصرف الألبان خلال أجازة عيد الفطر المبارك في المحافظة، وتم تحديد أماكن منافذ صرف الألبان يومياً في بندر ومركز الفيوم، وهيتم الصرف في المركز الطبي بالحدقة بجوار قسم أول الفيوم، أما في مركز الفيوم هيتوفر صرف الألبان في الوحدة الصحية بقرية العزب. نظمت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف قافلة طبية في قرية سنور مركز بني سويف مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، هي البطنة والأطفال والجراحة للنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان، وتم الكشف على 1400 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل 140 رحلة طيران سياحي على متنها حوالي 30,000 سائح من جنسيات مختلفة جاية من مطارات أوروبية، وده هيكون بداية من النهاردة ولحد يوم الجمعة اللي جاية حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار. أعلنت محافظة أسيوط أنه جاري رصف شوارع منطقة الشادر في حي غرب مدينة أسيوط ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتحسين ورفع كفاءة الشوارع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات، وده في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المختلفة ليهم ضمن رؤية مصر 2030 اللي بيتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قلعة قايتباي في الإسكندرية شهدت تنفيذ أعمال الاستعدادات النهائية لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر المبارك، وقامت إدارة المنطقة الأثرية بتنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الأشجار والنخيل، وتم عمل صيانة لأحجار قلعة قايتباي. في محافظة شمال سيناء تم الإعلان عن تخصيص عدد من الأوتوبيسات من المحافظة بالمجان لنقل الجماهير والمواطنين من مختلف مدن ومراكز المحافظة، خاصة في وسط سيناء ومدينة بئر العبد وميادين مدينة العريش لمضمار نادي الهجن بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، وده لمتابعة الاستعدادات لإقامة مهرجان الهجن بعد أجازة عيد الفطر المبارك. هتاكل فسيخ في رمضان ولا هتأجله لبعد العيد؟ وده طبعا بمناسبة شم النسيم، ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، سألنا حضراتكم. خلونا بقى نقرأ مع بعض كده ونستعرض بعض من تعليقاتكم، ونبتدي بتغريد إسماعيل اللي بتقول ناكله في العيد إن شاء الله هو والرنجة والسردين والترمس، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين. كل سنة وإنتي طيبة وبألف خير. يمكن الترمس كمان علامة مميزة من علامات شم النسيم. طب مش عارفة لو كل البيوت كده، بس إحنا بيتنا كان كده. مش انت كمان كنت بتاكل طبعا ترمس؟ الترمس موجود، وبيبقى معاها بقى كل الوان الخضار اللي هي لو في فلفل الوان، في فلفل اخضر. طبعا الجرجير والبصل الاخضر من الحاجات المهمه جدا، فبيبقى في تنويع كده بيبقى من جوه الترمس. صباح الخير عليكم. امل سعيد بتقول صباح السعاده عليكم، ان شاء الله هاكل في العيد علشان نغير نمط الاكل لكل سنه والجميع بصحه وخير وسعاده. عبد الحكيم فهيم بيقول صباح الخير يا مصر، بيصبح علينا، كل سنة وانت طيب. أكيد ما فيش تأجيل، وإن شاء الله نجهز يوم الاثنين رنجة وسمك والفطار. الكومنت راح مني للأسف. لو معاك أنت يا والفطار مصطفى. يكون بشوارع مصر زي كل سنة احتفالا بشم النسيم، لأنه عيد مصري عالمي. يعني كل سنة وانت طيب يا عبد الحكيم. وفعلا يعني في ناس مش ناوية تأجل. أنا كنت مش ناوية أجل، بس مصطفى غير لي رأيي. حسيت أن أنا ممكن أعطش يعني. والله هو فعلا قصة العطش دي موجود. يعني الأستاذ كحلاوي فتحي طب فان لصفحتنا بيقول خلي بالكم أن ده ثالث سنة شم النسيم يجي في رمضان، والسنة دي بصراحة الجو مناسب لأكلة سمك على فطار المغرب وتناول القليل من الرنجة والفسيخ بعد صلاة القيام علشان يكون في فترة كويسة لشرب المي. يعني هو نظمها شوية أو حط لها شوية رولز. أنا عاجبني اللي هو عمله ده. إن هو منظمها فعلا. هو فطر سمك وبعد القيام هياكل رنجة وفسيخ وخلاص كده، معاه فترة حلوة كده يشرب فيها مي. أستاذ علي العميري بيقول أكيد أول يوم العيد عشان نريح المعدة شوية، دمتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين. نصبح عليك يا علي، يعني وجهة نظر برضه نريح المعدة. طبعا. أنا كده محتارة. هعمل إيه؟ كل واحد بقى وايه وحبه للموضوع. لو كنت بتعطش بقى يعني تجنبه. عبير سالم الغريب طب فان لصفحتنا بتقول طبعا ما ينفعش يتاكل في رمضان علشان العطش، ممكن ناكله بعد رمضان في اول يوم العيد، وهنديها رنجه وبصل اخضر وكل سنه وانتم طيبين. استاذ احمد سعد قلاجه بيقول انه انا عامل فسيخ عندي، والعيد ما بيعديش الا لما يكون فيه فسيخ. يعني هو واضح انه هياكل يوم شم النسيم وفي العيد. ايوه كل سنه وانت طيب. محسن عرفة لا أنا ما باكلش فسيخ، لكني من عشاق الرنجة، وكل سنة وانتم طيبين، هناكله في العيد إن شاء الله. أستاذ عبير محمد بتقول هاكله إن شاء الله أول يوم العيد، لكن في رمضان لا. محمد حسني محمود بيقول بصفتي طبيب بشري أنصح الناس عموما وخصوصا مرضى الكلى بعدم الإكثار من أكل الفسيخ. ما قلتش حاجة أنا أهو. أستاذ محمد أبو روكا بيقول أنا عن نفسي هيكون صعب في الصيام بعد العيد بقى، وأهي فرصة الكحك والرنجة ينزلوا معركة في المعدة. أنت بتقضي على نفسك يا أستاذ محمد. عبد المنعم جبالله بيقول صباح الخير عليكم المنوفية، أهلا وسهلا أحييكم. بصراحة أنا ما بطيقش ريحة الفسيخ ولا السردين ولا الرنج، وأحلى أكلة بالنسبة لي في أيام العيد بعد انتهاء الصيام هي الفول النابت المريح للمعدة. طبعا الفول النابت جميل وصحي جدا، جربوه مش هتندموا، وكمان ارخص. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. وعلى كل حال ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، هتاكل فسيخ بمناسبه شم النسيم في رمضان ولا هتاجله للعيد؟ قولوا لنا تعليقاتكم، لسه مستمرين في استعراضها في خلال الحلقه النهارده لغايه الساعه 10 الصبح. لكن دلوقتي خلونا نروح لفاصل، نرجع تاني من بعد نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معانا. بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل.
ولسه مكملين في ارتفاع درجات الحرارة ليوم الثاني على التوالي. وهي الأرصاد بتوقع أن الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، وبالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، هل الارتفاع ده مكمل معانا لحد أيام عيد الفطر المبارك؟ وكمان هل نبدأ بقى في تغيير الملابس الشتوية، خاصة إن احنا كلنا كمصريين متعودين بعد شم النسيم خلاص بنبدأ بقى نخفف الملابس بشكل كبير؟ بالفعل يمكن احنا بدأنا من الأمس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، اليوم هيكون في ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والعظمى على القاهرة الكبرى هتكون 29 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده متوقع ان هو يكمل معانا إلى نهاية الأسبوع إن شاء الله، ويمكن ذروة الارتفاعات هتكون يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، وتوصل العظمى على القاهرة الكبرى ل 33 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده بسبب ان احنا بنتاثر بمصادر كتل هوائيه قادمه من مناطق صحراويه اليوم وغدا صحراء شبه الجزيره العربيه، فالكتل دي بتكون مرتفعه في درجات حرارتها بشكل كبير، امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، واحساسنا بالاجواء ما بين المائله للحراره للحاره خلال فتره النهار في اغلب محافظات الجمهوريه، لان احنا كافه المحافظات بتشهد ارتفاع في درجات الحراره. كمان فترات الليل مع غياب اشعه الشمس هيحصل انخفاض في درجات الحراره، لكن بدات درجات الحراره خلال فتره الليل تتحسن عن الايام الماضيه، بدانا نسجل درجات حراره ما بين ال 17 وال 18 درجه مئويه، لكن اجواء فتره الليل هتظل اجواء من بارده الى مائله للبروده في اغلب المحافظات. الظاهره الجويه المؤثره معانا بشكل كبير هو تكون شبوره مائيه فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض تصحيص الرؤيه الافقيه. كمان اليوم متوقع فتره مساء ساعات المغرب بيكون في نشاط نسبي للرياح، هيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره فتره الليل وفتره المساء تحديدا، ونشاط الرياح ده بيكون على القاهره الكبرى والوجه البحري ومحافظات سواحلنا الشماليه. زي ما قلنا في الاول ان ارتفاع درجات الحراره متوقع تكمل معانا لنهايه الاسبوع، مع يوم الاربعاء والخميس يمكن كمان ان شاء الله يوم الجمعه تبدا درجات الحراره تعود للمعدلات، احنا عندنا ارتفاعات ملحوظه تبلغ ذروتها يوم الثلاث، تبدا تدريجيا تعود للمعدلات، لكن مش هيحصل انخفاض في درجات الحراره زي اللي احنا شهدناه خلال الايام الماضيه قبل كده يوم الاربعاء الماضي. فمعدل درجات الحراره هيكون ما بين 27 28 درجه مئويه، ممكن في بعض الايام توصل ل 26 درجه مئويه، بتعتبر الاجواء فيها اجواء ربيعيه. ممكن نقدر نخفف الملابس بالفعل خلال فترات النهار، وده طبيعي جدا في ظل ارتفاع درجات الحراره، بس لو هنخرج بالليل وخاصه لو معانا اطفال لازم هنصطحب معانا جاكيت خفيف، لان احنا لسه فتره الليل هتحس بيها ببعض البرود. صحيح صحيح. طيب هل في ظواهر كمان جويه خلال اليومين الجايين؟ هو طبعا هي الشبوره المائيه فتره الصباح الباكر، ولازم كلنا ناخد بالنا عشان منها اكيد بالنسبه لنسبه الرطوبه مرتفعه اكيد فخلال فتره الليل، وخاصه كمان خلال فتره الليل بيحصل تحديدا ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر هدوء لسرعات رياح المرتفعه الموجود في طبقات الجو العليا هيساعد على وجود الشبوره المائيه، فلازم ناخد بالنا خاصه الناس بتحب تسافر بقى مع اعياد شم النسيم او اعياد عيد الفطر ان شاء الله، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وكثير ناس بتحب تسافر، فناخد بالنا من القياده تبقى بهدوء تام على اغلب الطرق أكيد. هيكون مع يوم الاثنين والثلاث في بعض الاتربه والرمال المثاره، لكن هيكون في غرب البلاد يعني في السلوم ومطروح بعض المناطق من سيوة، ان شاء الله ما تاثرش على المناطق الداخليه. واكيد احنا بنتابع حضرتك بشكل يومي حاله الطقس. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. دلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره والعظمى 29 الصغرى 16، العاصمه الاداريه 29 16، الاسكندريه 25 15، العلمين الجديده 25 14، مطروح 24 13، دمياط 25 14، بورسعيد 24 14، اسماعيليه 29 13، السويس 29 15، العريش 25 13، كاتين 22 11، طابا 27 15، حلايب 27 22، شلاتين 29 20، شرم الشيخ 30 20، الغردقه 31 20،
الفيوم 30-15، بني سويف 30-15، الوادي الجديد 35-18، أسيوط 32-16، سوهاج 33-17، قنا 33-18، الأقصر 34-20، أخيرا أسوان 34-21. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن أكيد في ارتفاعات ملحوظة الفترة اللي جاية، ممكن نخفف الملابس، لكن في الساعات المتأخرة من الليل نحاول نخلي بالنا من انخفاض درجات الحرارة. هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت علشان نكمل معكم فقط صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا يا دينا. دلوقتي جه ميعادنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وأيضا متابعة لأهم الماتشات اللي هتتلعب في ختام الجولة 25 من مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ومباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنظم جمعية مصر الجديدة أمسية فلكية بعنوان تلسكوب جيمس ويب بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك. هتتناول الندوة الأقمار الصناعية وأهميتها والتعريف بيها وإزاي اتصنعت وإيه أنواع الأقمار الصناعية وكيفية دورانها حول كوكب الأرض ونفايات الفضاء وأخيراً تلسكوب جيمس ويب. النهارده العشاء الدوري المصري موعدهم مع ختام مباريات الجوله 25 من عمر المسابقه بمباراه البنك الاهلي مع طلائع الجيش الساعه 9:15 بالليل. النهارده العشاء الدوري الانجليزي موعدهم مع 7 مباريات قويه في اطار الجوله 31 من المسابقه، من اهمها مباراه استون فيلا مع نيوكاسل يونايتد الساعه 1:30 الظهر، وتشيلسي مع برايتون الساعه 4 العصر، والساعه 6:30 مانشستر سيتي هيواجه ليستر سيتي. هنرجع مرة تانية لزميلتنا دينا شرف، المرة دي هنعرف منها موجز الأخبار الفنية. قولي لنا بقى يا دينا. فعلا يا بسنت، دلوقتي جه ميعادنا في موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. وقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. بينك وبينه ايه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيبياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومقصورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك انك تتعنطر تعنطر على شنب مش على حرمة، دي حرمة ما داسها جدعة. في اللي في مكاني دلوقتي؟ انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. يا بيه! فين اللي بتخل معاه؟ ايه؟ موسم البطل ابتدى ولا ايه؟ هرجع لك تاني. هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحفة تساب الارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة. اهو مدينة الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ هنبدأ معاكم نشرتنا الفنية مع مسلسل حرب بطولة أحمد السقا ومحمد فراج اللي دخل قائمة الأكثر مشاهدة على واتشت، ودي منصة طبعا تابعة للمتحدة، ده بعد عرض أولى حلقاته. العمل بيشارك في بطولته سارة الشامي ومصطفى منصور وأحمد زنجرلي وكمان عماد الطيب محمد يوسف أوزو، وهو إخراج أحمد نادر جلال. إيه اللي يضمن لي؟ كلمتي أوعدك لو مشينا من هنا مفيش حاجة هتنفجر ويبقى لا ضرر ولا ضرار. إيه ذنبهم الغلابة والعيانين يموتوا منفجرين هنا؟ ترضاها؟ والنبي يا ابني، والنبي يا ابني سيبهم، والنبي احنا غلابة يا ابني، والنبي. أنا مش خايف منك ياض، أنا بس خايف على الغلابة اللي ملهمش ذنب. الفنانة وفاء عامر أكدت على اعتزازها بالمشاركة في مسلسل حضرة العمدة، وقالت إن شخصية شلباية اللي بتجسدها في المسلسل بتعتبر شخصية كاملة نظراً إن دورها بيسلط الضوء على قضايا متعددة. كمان قالت إن حضرة العمدة مسلسل بيتوقع له إنه هيعيش لفترات طويلة حتى بعد انتهاء شهر رمضان. النجمة عبير صبري أكدت إنها بتواصل تصوير مشاهدها الأخيرة من مسلسل جميلة بالتزامن مع عرضه خلال شهر رمضان،
المبارك. وقالت كمان فاضل لي بكرة وهخلص تصوير المسلسل، أنا سعيدة بردود الأفعال عن دوري في العمل، حبيت شخصية نرمين عبد الحميد اللي بيجسدها في أحداث المسلسل بسبب وجود تفاصيل كتير في الشخصية وتحولات درامية ما بين الخير والشر، وده اللي بيخلي أي ممثل بيخرج أفضل ما عنده للوصول لأقرب أداء للشخصية. الفنانة مها نصار قالت إن دورها في مسلسل تحت الوصاية بيجسد شخصية الأخت الداعمة لحق أختها حنان وبتدافع عنه طول الوقت. مها قالت كمان إن مشاهدها مع الفنانة منى زكي لما بتودعها عند القطر كشف مدى تصديق الشخصية لأختها، وكمان إن دورها في المسلسل بيمثل الشخص الداعم لشخص بيحبه وبيصدقه ومقتنع بقضيته. ما بتفكريش ترجعي؟ لا طبعا. انتي عارفه ان انا اكتر واحده معاكي، بس العيشه اللي انتي عايشاها انتي والولاد دي مش عيشه. احسن من اللي كنت فيها سناء، على الاقل انا ولادي حرة نفسي، مش تحت رحمه بقى الحاج عطيه وصالح. وهتعيشي طول عمرك هربانه؟ ده انت شويه وهيبقى لك حكم. لا. ومن ناحية تانية الفنان دياب قال إن الفنانة منى زكي هي أصدق ممثلة شاهدة في حياته، وده لأنها بتتميز بطاقة إبداعية وفنية لا يمكن التعبير عنها بالكلام، فهي على المستوى الإنساني والمستوى الشخصي شخصية رائعة. دياب قال كمان عن منى زكي ربنا يحميها ويحفظها لأن ما عندناش غير منى زكي واحدة بس. إسلام خيري مخرج مسلسل جت سليمة أكد إن الفوازير صناعة مكلفة وصعبة ومحتاجة توفير وقت وفلوس، وإن القلق الدائم عند صناع النوعية دي من مسلسلات الفوازير زي مسلسل جت سليمة هو الخوف من المقارنات مع تجارب شريهان ونيلي وسمير غانم واللي قدموه من تاريخ كبير في نوعية الفوازير. إسلام أكد كمان إن النوع ده من المسلسلات زي جت سليمة بيحتاج لعدد ساعات طويلة في تجهيز الملابس وتحضير المشاهد ومكلف جداً، وإن حدودة المسلسل كان فيها الحس الكوميدي وملائم لما تم تقديمه في العمل. النجمة يسرى قالت كنت حاسة إننا مقصرين في حق الكوميديا وإحنا الشعب بيحب الضحك والفرفشة والهزار والابتسامة، وكمان بتقول إن الابتسامة بتطول عمر الإنسان. ووضحت يسرى إن الضحك أصعب من التراجيدي كتير، والضحك كمان بيجدد الخلايا وبيخلق إحساس مختلف غير الدراما. وعن كواليس العمل أكدت النجمة يسرى إننا وقفنا التصوير كتير بسبب الضحك، وشيماء سيف ومحمد ثروت موتوني من الضحك، وإيمان السيد وكل فريق العمل ضحكني وكنت محظوظة بيهم. وبكده خلصت نشرتنا الفنية، هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت علشان نكمل معك فقط صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا. الحلقات ال 23 من مسلسلات رمضان كلها كانت أحداث مشوقة، سواء الأعمال الوطنية أو الاجتماعية أو الكوميدية. اللي فاتوا حلقات امبارح خليه يتابع معانا ملخص لأهم أحداث الحلقات ال 23. معانا كمان الحلقات التامنة للمسلسلات اللي بدأت في النص الثاني من رمضان زي مسلسل تحت الوصاية وجت سليمة وكشف مستعجل، فخلونا نشوف مع بعض بقى ملخص المسلسلات في سياق التقرير اللي جاي. الحلقات ال 23 من مسلسلات رمضان والحلقات الثامنة من النص الثاني لشهر رمضان شهدت أحداث مشوقة. البداية مع مسلسل حرب اللي شهدت حلقة امبارح اللقاء الأول بين الرائد عمر الإمام محمد فراج والتكفيري الشيخ عثمان أحمد السقا جوه مستشفى العريش العام. الرائد عمر راح هناك علشان يدور على معلومات تخص التكفير الهارب فريد، خصوصاً بعد ما أصيب بكريزة كلى أثناء التعامل مع قوات الأمن. طب أنت ممكن تفجر الستة كلهم أول ما تمشي، إيه اللي يضمن لي؟ كلمتي أوعدك لو مشينا من هنا مفيش حاجة هتنفجر ويبقى لا ضرر ولا ضرار. إيه ذنبهم الغلابة والعيانين يموتوا منفجرين هنا؟ ترضاها؟ والنبي يا ابني، والنبي يا ابني سيبهم، والنبي احنا غلابة يا ابني والنبي. تضمنت الحلقة 23 من مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي تقديم الإمام الشافعي عزاء في جد الطفل إبراهيم اللي قال له إنه هيمشي مع والدته لبلدهم بعد وفاة جده لأن خاله هيبيع البيت اللي ساكن فيه مع أمه. وهنا بيتدخل الشافعي وبيتكلم مع الخال اللي قال له إن الله حدد نصيبه في تركة أبيه، وهنا بيذكره بالآية القرآنية اللي جه فيها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ألا يكفيك هذا؟ يا جابر لا تنتقص من إيمانك. في الحلقة 23 من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع شهدت لقاء أحمد مكي مع دكتور ربيع اللي اتكلم معاه عن غضبه من موضوع عمته الكبيرة سما إبراهيم، واشتكى للدكتور ربيع همه وإن الكل دايماً شايف إن قلبه قاسي. اسمعني دينا تدعيت حداك معلومة زينة هتقولها في علم النفس أهلاً وسهلاً، ما حداكش حاجة؟ معلومة؟ معلومة تعرفها أنت وأمثالك، إنما أنا عندي العلم، العلم اللي بيطلع منه المعلومات اللي بتعرفوها انتوا. شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ذهاب حنان للمركب علشان تشوف الجمبري رغم إصابتها، وهنا قال لها شنو أو أحمد عبد الحميد وربيع اللي هو رشدي الشامي بأنهم ما عرفوش يجيبوا تلج وإن التلات مصانع مش عاوزة تديهم. إزاي يعني ما فيش مصنع تلج تاني؟ التلاتة مش عايزين يبيعوا. كنت شغال وتلجت المركب. كنا هنتكلف قد تمن الجمبري مرتين تلاتة جهاز. وإيه اللي مخليك مطلع الطوالي برا كده؟ عم ربيع قال نعمل زي ما عملت السرحة الأولانية. ماشي صح، راحت باقي الطوالي. كمان شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل جات سليمة للنجمة دنيا سمير غانم اكتشاف سليمة ومحمد سلام لطيبة قلب الأقزام، واعترف الأقزام ليهم بأنهم قبضوا عليهم لأنهم عايشين في وحدة وعايزين صحبة جنبهم، بالإضافة لأنهم عايزين المساعدة علشان يبنوا بيتهم. لا لا خلص ما تعيطش، أنا افتكرت إنك بتتكلم علي عشان أنت قلت سليمة وأنا اسمي سليمة. لا لا أنت فهمتي غلط، إحنا نفسنا بس حد يساعدنا ونساعده يلعبنا ونلعبه. يا حبيبي مش تقول. طب بقولك ايه، ما اللعب مستغمية ونجري منهم على طول، تحبوا تلعبوا ايه؟ اصل كل ما حد بيعدي من هنا ونطلب منه المساعدة بيسيبنا ويجري. معلش تلاقيه ما خدش باله. طب انا عندي حل، ايه رأيكم نبقى اصحاب من غير شروط؟ موافقين؟ موافقين. في الحلقة الثامنة من مسلسل كشف مستعجل نجح الدكتور سهام عز الرجال في انقاذ والدة يوسف من مودي الجزاز ونقلها البيت تاني، وخلال أحداث الحلقة راح الدكتور سهام لبيت أسرته ولقى هناك هناء الشرباجي منهارة في البكاء، وهنا وجهت له اللوم والعتاب على أفعال زوجته ليلي بعد ما سمح لها بإهانة والدته بدون رد فعل منه. ازيك يا بابا؟ ازيك يا ماما؟ مالك يا حبيبي؟ قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين يا سهام يا ابن بطني، ما هتسيب أمك تتهان من اللي يسوى واللي ما يسواش وما تجيب لهاش حقها؟ خلاص بقى ايه يا سوسو بقى، مش اول ولا اخر اهانه. احداث الحلقه 23 من مسلسل سوق الكانتو شهدت ان صالح حكى لاخوه طه القماش اللي عناه في ظل الاسر من قوات الاحتلال الانجليزي وتعرضه للظلم وكرهه ليهم، كمان انفعل لما شاف ضابط انجليزي بيضرب مواطن مصري في سوق الكانتو، لكن طه طلبه بالهدوء. بكره الانجليز، بكره الانجليز يا طه. ربنا ياخدهم واحد واحد يا شيخ، بس هتتعوض وهرجع شقاوت زمان. لعلمك لعبت قدامك ده لسه شاي، ما يغركش انا عديتي في السوق. الحمد لله على السلامه اخويا. في الحلقه 23 من مسلسل جعفر العمده هدد شوقي فتح الله اللي بيجسد دوره الفنان منذر ريحانه اخته دلال، واقتحم العربيه بتاعتها واتكلم معاها عن علاقتها ببلال شامه وازاي قدرت توصل له بعد 19 سنه وايه علاقتها بخطف ابن جعفر العمده. انت نسيتي بتكلمي مين؟ أنا شوقي فتح الله وجوزك اللي فرحانة بيه زمان ميت، لولا الرصاصة حودت شوية ولا نسيتي؟ يا شيخة ليه؟ ورحمة يوسف لدفنك بس بعد ما حزنك عليه. الحلقة 23 من مسلسل ألف حمد لله على السلامة بطولة النجمة يسرى شهدت أحداث متسارعة، أكد المسيطر إننا ناسوسو في الفيوم، وطلبت الدكتورة سميحة من بويكا إنه يجي لها بعربيته وياخدها للفيوم علشان يدوروا عليها علشان تاخد حقها في الميراث. طيب خلاص تعالى أنت وفوقية اسهروا عندنا ونتعشى سوا وباتوا عندنا وننزل كلنا الصبح بدري.
لا، ما احنا لو جينا وقعدنا وكلنا وسهرنا مش هنصحى بكره الا بضرب الجزم. ليه؟ ما انت عارفه فوقيه هتقعد ترغي بقى وتفتح مواضيع. انا رايي اروح ابات في بيتي عادي واجي لكم قبلها بساعه وننزل على المشوار على طول. الحلقة 23 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج شهدت استعانة جميلة بضابط لتقصي أمر رجب، وهنا طلب منها الضابط إنها تطمن. كمان شهدت الحلقة نجاح شريف في الوصول لعنوان رجب عن طريق واحد من رجالته المسؤول عن مراقبة شهيرة. طب خلاص، من غير ما تفوت عليا هنا عشان ما تعبكش، ممكن حضرتك تروح على المدرسة على طول أو تبعت حد ياخد أقوال الناس اللي شافوه؟ ما تقلقيش، موضوع المدرسة ده كده أنا هعمل فيه اللازم. وبالنسبة للبيت هنا عايزك تطمني خالص، لو جه في أي وقت هتقبل عليه في ثانية. أنا أهم حاجة عندي عايز أعرف مين الراجل ده وعايز مننا إيه ومين اللي زقه علينا. كل ده هعرفه، مفيش مشكلة بعد إذنك. طب ثانية أوصلك. لا لا لا، زي ما أنت زي ما. مسلسل سر الباتع للمخرج خالد يوسف شهدت حلقة امبارح عثور الجنود الفرنسيين على جثة بيلو، ونابليون انتقم من الفلاحين بالمدافع وحرق بيوتهم وقتل العشرات منهم انتقاما لقتل القائد الفرنسي. سيادة القائد، للأسف عندي خبر وحش. قول. وأنا سمعت خبر حلو من يوم ما جيت هنا. العساكر لقوا جثة بيلو. فرانسوا، هيا للبلد، اجروا بعتادرو، هيا للبلد، اجروا بعتادرو. تقدم. شهدت احداث الحلقه 23 من مسلسل ضرب نار تورط اخو مهرة ابو الليل في الاتجار بالمخدرات، وهنا اكتشف الكوماندا الموضوع وراح خطفه جوه المخزن الخاص بيه. انت عايز مني يا جابر؟ بتجري ورايا ليه؟ عاوزك تبقى راجل. وانت مالك؟ واطي عليا؟ عاجبك شكلك كده؟ بشم يا خايب، بشم. بشم يا جابر، ما يشمش ما يخصكش. بشم يا جابر، يا ورايا علي. هتاكل فسيخ بمناسبة شم النسيم ولا هتأجلها بعد رمضان في العيد؟ خلونا نستعرض بعض من إجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهاردة اللي موجود على فيسبوك، ونبتدي بأستاذ هاني العدلي اللي بيقول أنا ما بأكلش أصلا فسيخ، هاكل رنجة في العيد. توب فان محمد فهمي، طبعا ما ينفعش ناكل فسيخ في رمضان عشان الفسيخ عايز بصل وإحنا بنبقى صايمين، وما ينفعش نخش المسجد نصلي وإحنا واكلين بصل، عشان كده المفروض خليه في العيد، وانا اعتقد ده شكل افضل. شكرا لك يا استاذ محمد. استاذ مجدي امين بيوافق بنفس رايه، بيقول اكيد يؤجل. عندنا محسن عرف، انا ما باكلش فسيخ ولكن انا من عشاق الرنجه، واعتقد ان ده افضل واريح للمعده. متهيألي الرنجه فعلا اخف بكتير، يمكن ناس كتيره موافقانا في الموضوع ده. الفسيخ شويه بيبقى محتاج كده جنبه حاجات كتيره، يعني كفايه البصل، يعني محتاج سرعه هضم بصراحه، هو ده حاجه لوحده كده في حته تانية الفيس. ده حقيقي. نروح على اي حال، دقت عقارب الساعه 9 صباحا بتوقيت القاهره، وده موعد موجز الانباء بصحبه زميلتنا دينا شرف. دينا، شكرا لك يا مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت هزة أرضية بقوة 4.57 درجة على مقياس ريختر على بعد 37 كيلومترا شمال شرق الغردقة، وذلك في تمام الساعة 1:58:26 صباحا بالتوقيت المحلي للقاهرة. وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه ورد ما يفيد الشعور بتلك الهزة، ولم يرد وقوع أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح، مشيرا إلى أن الهزة وقعت على عمق 23.42 كيلومترا. عقد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان اجتماعا مع المجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المقرر اشتراكهم
في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية، استكمالا لمشاوراته مع المنظمات الحقوقية. وفي إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار الوطني بفاعلية وعرض المجتمعون رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة في قضايا ذوي الإعاقة والمرأة. أكد البيان الختامي الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق مركزية القضية الفلسطينية وأولوياتها، كما أدان البيان الختامي الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة، مشددا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أشار البيان الختامي إلى تبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي تداعياتها كافة ويحافظ على وحدة سوريا. واتفق وزراء الخارجية على أهمية حل الأزمة الإنسانية وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا. أعلنت وسائل الإعلام اليابانية أنه تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد سماع دوي انفجار تلا تصاعد للدخان، بينما كان يلقي خطابا في محافظة واكاياما غرب اليابان. وذكرت محطة NHK العامة ووسائل إعلام يابانية أخرى أن رئيس الوزراء بأمان، مشيرة إلى اعتقال شخص في مكان الواقعة. اختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته إلى أيرلندا، وقبيل عودته إلى الولايات المتحدة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمه ترشح لولاية ثانية وخوض سباق الرئاسة في انتخابات 2024، مشيرا إلى أنه سيعلن التفاصيل بشأن حملته في وقت قريب. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن هجوما روسيا على مدينة شرق أوكرانيا قد أوقع 8 قتلى على الأقل. وأوضح زيلينسكي أن الصواريخ أصابت مناطق سكنية في مدينة سولفيانسك شرقي البلد وأصابت 21 شخصا آخرين. وفي سياق متصل ذكرت الإدارة العسكرية لمدينة سولفيانسك أن الهجوم كان أحد أكبر الهجمات منذ بداية العام، وأن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة. التقى نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو بالعديد من ممثلي المؤسسات المالية على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة التوصل إلى سبل إضافية لمواجهة تهرب روسيا من العقوبات. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن المسؤولين تبادلوا المعلومات بشأن السلع الأكثر أهمية التي سعى إليها الجيش الروسي، وأكدوا أن الكرملين وجه أجهزته الاستخباراتية لإيجاد طرق للالتفاف حول العقوبات من أجل تجديد الإمدادات التي استنفذت بشدة، وذلك على أحد تعبيرها. توج الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر بعد أن تغلب على فريق سبورتينج في النهائي الذي جمع الفريقين على صالة أكتوبر الدولية بنتيجة 32-22. وكان الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي قد تغلب على الزمالك بنتيجة 27-25 في لقاء الدور نصف النهائي قبل أن يواصل تألقه ويفوز على سبورتينج ويتوج بالكأس بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب بطولة الدوري على حساب الزمالك. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية.
الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عمل جلسة طويلة مع مدحت عبد الهادي المدرب العام على هامش ميران امبارح، وتناقش المدير الفني مع المدرب العام في كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بالمرحلة المقبلة وخطط الاستعداد لها في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في مسابقة الدوري بخلاف مباراة السوبر المصري. توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ علق على الأزمة التي وقعت بين ساديو ماني وليوري ساني لاعب الفريق، وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي لمباراة هوفنهايم في الدوري: تم التعامل مع الأمر، والمباراة والغرامة هما النتيجة ناتجة عن الأحداث، ولم أشاهد ذلك بنفسي لأني كنت في غرفة التدريبات. وعن موقعة مانشستر سيتي في لقاء العودة قال: يجب عدم فقدان التركيز لأن المهمة تبدو مستحيلة. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وقع غرامة مالية على فريق ليفربول بعد مباراة مانشستر سيتي في الجولة 29، وكتب الاتحاد على صفحته الرسمية: تم توقيع غرامة مالية على ليفربول قدرها 37500 جنيه استرليني لإحاطة لاعيبة أو لاعبي بحكم المباراة خلال الدقيقة 34 من مباراة الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي يوم 1 إبريل. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا. النهارده مشاهدينا معانا فقرة لمدرسة في تعليم الإنشاد الديني، صوت في الحقيقة مميز جدا جدا، منشدة وهي هدى الفقي. طبعا معروف إن الإنشاد الديني هو فن مصري خالص، علشان كده طبيعي يكون عندنا أصوات مميزة في الأناشيد والابتهالات الدينية. تعالوا مع بعض نستمتع بصوت المنشدة هدى الفقي، وده مع زميلنا أحمد الحسيني اللي رجع يكمل معانا حلقاته الخاصة عن مدارس الإنشاد الديني الموجودة في بره مصر. صباح الفل عليكم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظام. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي، يا ربي صلي علي صلاة الله عليك. لو لفينا قرى ومحافظات مصر هنجد في كل قرية وفي كل محافظة صوت جميل. النهاردة معانا صوت ملائكي، صوت من السماء، هو صوت هدى الفقي من مركز ويسنا بمحافظة المنوفية. أهلا بك يا هدى وكل سنة وانت طيبة. كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك. عرفينا وعرف المشاهدين بنفسك في البداية. أنا اسمي هدى الفقي، عندي 12 سنة في الصف الأول الإعدادي الأزهري. إزاي دخلتي مجال الإنشاد الديني؟ أنا من تانية ابتدائي دايما في الإذاعة. الإذاعة المدرسية. الإذاعة المدرسية. دايما كنت أطلع الحفلات، وكنت أنشد على طول في الإذاعة المدرسية بتاعتنا. ففي يوم المدرسة بتاعتي صورتني، كنت في سنة ستة ابتدائي، وصورتني ونزلتني على جروب المعاهد الأزهرية. فالمهم أنا أصلا ما كنتش أعرف واتفاجئت، ومن ساعتها بقى عرفنا. ماما كانت بتدعمني قبلها أصلا، وكانت بتحفظني أناشيد كتير عشان الإذاعة وكنا في أزهر وكده. فاتطورت بقى، وبابا عمل لي صفحة واكتشفنا الموهبة ودربت. يعني انت ورثتي موهبة الصوت الجميل ده عن مين، او هل في حد في العيلة عندك صوته برضو جميل في مجال الانشاد الديني؟ انا ورثته عن والدتي وجدتي.
صوتهم جميل برضو ما شاء الله. جدتي أم باباي. طيب إزاي قدرت أن أنت تطوري نفسك في مجال الإنشاد الديني وتتعلمي بقى فن المقامات وجمال الإنشاد وتحفظي كمان الأناشيد الدينية؟ أنا دخلت مدرسة الإنشاد الديني بس دوت مؤخرا. قبل كده أول ما ابتديت دخلت مع أستاذ يحيى نادي منشد الشارقة، دربت معاه سنة ودخلت مدرسة الإنشاد ومتخرجة السنة دي. تخرجت السنة دي، أنت حديث التخرج. طب قولي لي استفدت ايه من مدرسه الانشاد الديني؟ استفدت كتير، يعني حفظت تواشيح، عرفت تراث بلدي، والحمد لله بقيت اقدر افهم شويه في المقامات الموسيقيه. ايه هي التواشيح اللي حفظتيها؟ حفظت تواشيح كتير على الثمان مقامات، وحفظت كن عن مولاي، اليه به اشرقت. طب اختاري احد التواشيح دي واحد هذه المقامات او احدى هذه المقامات وقولي لنا تنشدي لمقام ايه ولاي من الاناشيد. انشد لمقام السيكا، التوشيح مولاي. نسمع. مولاي كتبت رحمة الناس عليك رائع ما شاء الله. صوت ملائكي جميل جدا. لو كلمنا شوية عن مدرسة الإنشاد الديني، قولي لي اتعلمتي إيه من مدرسة الإنشاد، أو أنت شايفة نفسك إزاي ما قبل الإنشاد أو ما قبل مدرسة الإنشاد وما بعد تخرجك من الإنشاد، شايفة نفسك اتطورت إزاي؟ أنا كان في تطور رهيب حصل لما اتخرجت من مدرسة الإنشاد. يعني قبل مدرسة الإنشاد ما كنتش أفقه حاجة اسمها مقامات موسيقية، ما كنتش حافظة تواشيح كتير، كان في حاجات بتقع مني كتير، فانا الحمد لله عرفت غلطاتي وقدرت اصححها في الفتره اللي انا اتدربت فيها في مدرسه الانشاد. ذكرياتك ايه مع اول يوم ليكي في مدرسه الانشاد، وذكرياتك كمان مع زمايلك من المنشدات والمنشدين صغار السن في المدرسه؟ انا الحمد لله في اول يوم كان موقف جميل جدا. انا كنا بناخد مقام رست، او هو كان تاني حصه او اول حصه، كنا بناخد مقام رست، وانا كان بيقول هاتوا حاجه على مقام رست، فانا قمت وقلت موال اسمه مالي على البعدي، والشيخ طه سقف لي. واصلا كان قبل كده في الاختبار بتاع مدرسه الانشاد كانوا معلميني يعني وعارفيني، وجيت بقى في الحصه قال على الفكره ديت من المتفوقين عندنا في المدرسه. ما شاء الله عليكي. لو اتكلمنا عن انت في اولى اعدادي، ازاي زمايلك في المدرسه ومدرسين واهلك كمان في البيت وفي عيلتك بيشجعوكي كمنشدة وفي مجال الإنشاد الديني؟ انا الحمد لله عندي زملاتي كلهم بيدعموني من اكبرهم لاصغرهم، وانا بحبهم جدا، وفعلا هم بيدعموني جدا. عائلتي برضو بتدعمني جدا جدا في البيت، زي ما حضرتك شايف بابايا برضو يعني تعبان معايا جدا وانا بحب اشكره جدا، ووالدتي برضو بتحفظني اناشيد كتير وبتسعى دايما ان انا اتقدم، وجدتي وخالاتي وكلهم بيدعموني الحمد لله. مين كمان قدوتك في مجال الانشاد الديني، وتعرفي مين كمان من المنشدات والمبتهلات؟ انا عارفه استاذه ياسمين الخيام، وبسمع للشيوخ الشيخ نصر الدين طبار والشيخ النقشبندي والشيخ طه الفاشني ومشايخنا الكبار. مين تحديدا من الشيوخ الكبار دول اللي هو ممكن تتخذيه قدوه ليكي ومثل اعلى في مجال الانشاد الديني؟ انا احب الشيخ نصر الدين طبار والشيخ طه الفاشني. طب حابه ان انت تنشدي حاجه ليهم، اختاري نصر الدين طبار او الشيخ طه الفاشني. يا من رضيت
شاء الله عليك يا هدى، صوت جميل جدا. شايفة مستقبلك ازاي في مجال الانشاد الديني؟ ان شاء الله باذن الله برضا من ربنا، ان شاء الله احب اوصل رساله مدح النبي عليه الصلاه والسلام للعالم كله. ما شاء الله عليك. طيب شايفه نفسك طموحك ايه في مجال الانشاد الديني، وايه اللي عايزه تحققيه في المجال ده؟ انا بس امنيتي في مجال الانشاد الديني ان انا اوصل الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام للعالم كله. عليه الصلاه والسلام. حابه ان تخشي مسابقات كمان ويكون ليكي اناشيد خاصه بيكي والحان او كلمات خاصه بيكي؟ انا الحمد لله دخلت مسابقات كتيره، وكل مسابقه بدخلها باخد المركز اول. طب كلميني عن المسابقات دي. دخلت مسابقه الصوت الذهبي، خدت فيها مركز اول، ودخلت مسابقه القران ومسابقه الانشاد عندنا في محافظه المنوفيه، خدت الاول الحمد لله. وعندي برضو اناشيد خاصه بيا، عندي رسول الله ضاق بي الفضاء وصلى على سيدي كلمه عليه الصلاه والسلام. جميل جدا يا هدى، ما شاء الله عليكي. في النهايه حابه تقولي ايه لكل اللي بيشوفوكي من اللي دعموكي، سواء من زمالك في المدرسه او والدك او والدتك او الناس اللي بيحبوكي واللي علموكي كمان فن الانشاد الديني؟ انا احب اشكر والدي ووالدتي جدا جدا جدا، لانهم هم اول داعم ليا بعد ربنا. ودايما احب اشكر خالي اللي دعمني جدا ووقف جنبي كتير، ولانهم هم الدعم الرئيسي ليا. واحب اشكر زمايلي جدا جدا لانهم برضو بيدعموني وبيقولوا كملي في المجال. كل التوفيق لك يا هدى. هدى الفقي من مركز اويسنا بمحافظه المنوفيه، كانت واحده من المواهب اللي اتخرجت حديثا من مدرسه الانشاد الديني هنا في القاهره. انتظرونا وموهبه جديده من مواهب مدرسه الانشاد واصوات من السماء. عشاق جمال النبي، سيدنا النبي فيهم سر الهدى والرضا، سر الكتاب فيهم. عشاق جمال سيدنا النبي، سيدنا النبي فيهم سر الهدى والرضا، سر الكتاب فيهم. عدل الحصى من عصا موسى النبي فيهم، سر الشفا معرفة عيسى احتفى بيهم. من كل هم ولكد ربك معاه فيهم. يا عاشقين النبي صلوا على نوره، محلى الصلاة على النبي كسوف النور. يا عاشقين سيدنا النبي صلوا على نوره، محلى الصلاة على النبي كسوف النور. واقروا الكتاب دققوا فاتوا واسطوروا، هتلاقوا سيدنا النبي أولى بنا منا. ودعوا وقولوا يا رب الحج ونزوره، بشرى برضا ربكم يا مداحين النبي، سيدنا النبي حبكم يا مداحين النبي. صلوا على المصطفى يا مداحين النبي، يا اهل الوداد والصفا يا مداحين النبي. صلوا على المصطفى يا مداحين النبي، يا اهل الوداد والصفا يا مداحين النبي. يا مداحين النبي مع اهل بيت النبي. كل سنه وكل المصريين دايما بخير. في اليوم اللي ربما بيحتفل به المصريين بقدوم شهر رمضان الكريم، وأيضا استقبال شهر رمضان خلال أيام، وثم عيد الفطر، وفي اليوم اللي فيه أيضا أعياد لإخواتنا الأقباط زي الجمعة الحزينة وزي أحد الشعانين، بيتزامن الاحتفال ما بين العيدين دول بعيد يعني بيتوسط المسافة ما بين المصريين والأقباط. عيد شم النسيم العيد الأقدم والأهم على الإطلاق. خلينا نقول إن كتير جدا من المصريين مرتبطين بطقوس خاصة ب هذا العيد، عيد شم النسيم، وفي أكلات معينة كلنا عارفينها كويس جدا في شم النسيم. والسنة دي والعام الثالث ربما هنحتفل بعيد شم النسيم خلال
شهر رمضان. يمكن احنا من بداية الحلقة بنتكلم عن الموضوع ده، يمكن سألنا حضراتكم ناويين تعملوا ايه، ناويين تفطروا في شم النسيم رنجة وفسيخ ولا هتأجلوها للعيد؟ وعشان كده في كتير مننا ناويين ان هم يفطروا رنجة وفسيخ، فازاي هناكلهم بالذات في رمضان؟ يعني يمكن ده تحدي كبير قوي لينا او للناس اللي عايزة تحتفل بهذا اليوم وما تفوتش اليوم ده وتعديه عادي خالص، وفي نفس الوقت ما تبقاش صحية تاني يوم تعبانة وكمل بقية الشهر الكريم على خير، بالذات انه فاضل ايام بسيطة جدا جدا. هنعرف نعمل ايه لو حابين نعمل سواء ده او ده، هناكل الفسيخ والرنجة في رمضان ولا هنأجله في العيد فناكل معاه كحك؟ يعني حاجات كتيرة قوي عايزين نعرف كده روشتة منها هنعمل بيها ايه من ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو النهاردة الدكتورة منال عز الدين خبير التغذية في معهد تكنولوجيا الأغذية. أهلا بيك يا فندم منورانا، صباح الخير عليك. أهلا وسهلا بحضراتكم وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتورة. دكتورة، السنة دي ناس تعمل ايه في شهر رمضان؟ ثالث رمضان يمر علينا ويبقى جواه شم النسيم. الناس عملت ايه السنتين اللي فاتوا وتنصحي نعمل ايه السنه دي؟ السنتين اللي فاتوا الناس برضو صممت زي ما الاستاذه قالت انه ما تاكلوا الرنجه والفسيخ والملوحه في رمضان، وده طبعا يعني احنا بننصح في البدايه ان الناس تاجل موضوع اكل الاسماك المملحه بشكل عام في العيد، ولكن اللي حابب ياكل في رمضان اللي هو يوم الاثنين ان شاء الله، كل سنه وحضراتكم طيبين، ما عنديش مانع انه ياكل، ولكن انه يتم الاعداد بشكل امن وصحي، التقديم بشكل امن وصحي. يعني ايه؟ نمره واحد نصيحتي للساده المشاهدين، بلاش فسيخ لان نسبه الملوحه فيه عاليه جدا، هيشعر بالعطش الشديد تاني يوم الصيام. كمان الفسيخ ليه مشاكل يا ريت نتجنبها خلال الشهر الفضيل، البكتيريا اللاهوائيه، البكتيريا اللاهوائيه اللي بتكون موجوده في انسجه الفسيخ اللي ما بتروحش ولا بالخل ولا بالليمون ولا بالبصل ولا بالغليان ولا بالقلي، لانها بتكون متخلله جوه الانسجه. فنصيحتي بلاش الفسيخ، لان الاكل الفسيخ مغامره، وزاره الصحه بتعلن حاله الطوارئ. المضاعفات طبعا اللي بتحصل نتيجه اكل الفسيخ المصاب بهذه البكتيريا انه بيصيب الجهاز التنفسي بشلل، بيحصل زي غثيان والقيء والدوار والزغلل، خطر قوي، بيساوي حياه الانسان. ما هو الانسان لو ما تلحقش في الوقت ده، يعني الحاله دي ما ينفعش نقول ناخد بقى كيس فوار او اسبرينا او كوبايه شاي، لازم يتوجه فورا لغسيل المعده وموجود في مراكز السموم عشان ياخد كمان المصل. يعني ما ينفعش اي مستشفى او دكتور جنب البيت، لازم نروح مراكز. طب وعلى ايه؟ على ايه من ده بايه يعني؟ بلاش احسن بالظبط يعني كده، ما ده اللي احنا بنقوله. المنتشره طبعا في جميع انحاء الجمهوريه لو حد شعر بهذه الاعراض. طب البديل الامن ايه للناس اللي حابه تاكل اسماك مملحه في يوم شم النسيم؟ الرنجه. الرنجه شخصيه، مفيش في الانسجه حاجه فيها؟ لا، هي الرنجه طريقة إعدادها إن هي بيتم تملحها وبعد كده بيتم تدخينها، فده بيديها فترة من الصلاحية أعلى وبتكون آمنة، بس بيشترط برضو إن هي تكون مغلفة. يفضل نجيب الرنجاية اللي هي مغلفة، اللي هي خالي التغليف بتاعها خالي من الهواء. وبتتميز الرنجة كمان المغلفة إن نسبة الملوحة فيها بتكون أقل من الرنجة اللي موجودة في الصناديق الخشبية، عشان كده بيشيلوها في أكياس مغلفة وبيسحبوا الهواء، لأن فترة صلاحيتها بتكون أقل، لأن عامل اللي بتتوقف عليه الأسماك المملحة هو كمية الملح الموجودة في السمك. طبعا كل ما كمية الملح كانت عالية كانت الشلف لايف بتاعتها أو فترة الصلاحية أطول. كمان الرنجة اللي هي المغلفة ممكن إن احنا نشويها على البوتاجاز في البيت بشكل مباشر. اللي بتكون في الصناديق بتكون نسبة أملاحها عالية، رطوبتها بتكون أقل، لا تصلح إن احنا نحطها على البوتاجاز ونشويها. لو حطيناها تتملح أكتر. بالظبط كده، نسبة الملوحة بالشوي بتزيد في الرنجة، فنخلي بالنا اللي عايز الرنجة ما تكونش حادقة معاه ما يشوهاش. طيب البديل الامن ازاي او اعدها واقدمها ازاي؟ ان انا اجيب ميه مغليه واحط فيها الرنجايه لمده نص دقيقه بس. دي طريقه صحيه لاعداد الرنجه، وفي نفس الوقت بنتخلص من كميه الاملاح، وبتسهل علينا اخلاء الرنجه ان هي تبقى رنجه مخليه ونقدر ننظفها ونخليها من الشوك. نراعي برضو واحنا بنشتري الرنجه يا فندم ان احنا نشتريها من الاماكن الموثوق فيها، من السوبر ماركت، تكون سواء كانت في صندوق خشبي او
في كيس تكون جوه تلاجة تكون مبردة. في مشاهد بنشوفها في الأسواق الشعبية الرنجة معرضة في الهواء، محطوطة كده في الهواء بالظبط تحت ضوء الشمس بالزبط. طبعا ده بتأدي لنمو الفطريات والبكتيريا، مش شرط انها تكون مخصوصا لو كانت في الصناديق الخشبية، مش في الصناديق الخشبية ومكشوفة ومش مغطاة، فطبعا دي بتبقى أكثر عرضة للتلوث. نخلي بالنا كمان واحنا بنشتري الرنجة، في ناس دايما تسأل عن تفاوت الأسعار، يعني ممكن كيلو الرنجة يجيب 3 كيلو رنجة من الأسواق الشعبية. الفرق بيكون إيه يا فندم؟ في طريقة تدخين الرنجة نفسها، لأن الرنجة بنستخدم عشان ندخنها بطريقة إلى حد ما صحية خشب الأرو، ده بيكون المخلفات اللي طالعة من الدخان أو تأثير الدخان على الرنجاية ما بيكونش ضار. في بعض الأماكن اللي بتبيع الرنجة رخيصة، طبعا خشب الأرو سعره مكلف، فبتستسهل بتجيب أي حاجة تحرقها وتعرضها للرنجة، فبالتالي هنا بتطلع بعض المركبات الضارة اللي بيكون لها تأثير مسرطن وللأسف بتترسب على سطح الرنجاية. أنا عايزة أقول لحضرتك إن بجد بجد أنا عمري ما فكرت ورا فكرة إن هي مدخنة إزاي، فكويس إن حضرتك شرحت. لا طبعا في طرق للتدخين صحية أو مناسبة للسمكية وطرق أخرى ضارة عشان يبقى المكسب أسرع والتكلفة أقل ونقول بنبيع الرنجة أرخص. طبعا في الملوحة، والملوحة دي طبعا من أيام الفراعنة. لا قبل الملوحة اتفضلي ما زلنا في الرنجة. تمام. زال الحديث في نوعين من الرنجة، في رنجة برضو بالنسبة لضغط الدم ولا مرضى الكلى والمرضى القلب، القلب خطر يعني ما زالت حتى برضو في مرحلة الرنجة، مش بتكلم في الفسيخ بالظبط، نتكلم في الرنجة. في نوعين من الرنجة، في نوع خطر وفي نوع أقل خطرا، ريت نميز بينهم وطريقة يعني إخلاقها من الدهون بتبقى عاملة إزاي. طبعا مريض ضغط الدم ومريض القلب وزي ما حضرتك ذكرت أصحاب الأمراض المزمنة، يفضل إن لو هياكلوا رنجة أولا ما يأكلوش مقدار كبير جدا منها، ثانيا ياخدوا الرنجة الدلعة. يفضل إنهم ياخدوا الرنجة الدلعة، وأنصحهم برضو حتى لو دلعة إن هم تسلقوها نص دقيقة في المية عشان تتخلص من الدهون والأملاح بقدر المستطاع. وهو بياكلها ياكل جنبها كم من السلطه كويس جدا، يعمل سلطه رنجه، يعني يحط خس، يحط جرجير، يحط خيار، يحط طحينه، بحيث ان هو يقلل من كميه الاملاح اللي موجوده في الرنجايه. طبعا يا ريت لو يشرب بعد ما ياكل الرنجه كوبايه عصير برتقان، ينسون، شاي اخضر، مشروبات الصحيه دي. كمان وجود البقدونس بيقلل من امتصاص الدهون. صحيح، يعني انا لو قطعت عشان كده بيحطوه تحت الكفته والكباب وكده. بالظبط، بيقلل من امتصاص الدهون ومن امتصاص الاملاح كمان، يعني الساده المشاهدين ممكن يستغربوا حته امتصاص الاملاح، البقدونس ليه دور في امتصاص الاملاح، الموز، البطاطا، الكنتالوب، دي اكلات بيفضل ان احنا ناكلها يوم شم النسيم كمان ومع الوجبات الاسماك المملحه، لانها بتقلل من تركيز الاملاح في جسمنا. نهتم بشرب الميه، شرب الميه في اليوم ده مهم جدا، اللي هيقرر ياكل اسماك مملحه لازم يشرب من 2 ل 3 لتر في الفتره ما بين الفطار للسحور عشان يعمل عمليه غسيل للجسم من الاملاح، او ياكل فواكه زي بطيخ زي كنتالوب بالظبط، بيبقى فيها نسبه ميه كبيره. ده حقيقي، والبطيخ بدا يظهر كابوتشا، خس، الخس البلدي. اه الخس البلدي سبحان الله، في الزيت بتاع الخس اللي بيكون ليه تاثير في الورقه العريضه الناعمه الجميله دي. صح. كلها فوائد وكلها صحه، كلها ميه بالظبط وكلها ميه، ممكن يكون مر شويه بس عايزه اقول ان المرار ده هو قمه الصحه، لان زيت الخس مفيد للجهاز العصبي، مفيد للجهاز الهضمي، غني بالالياف، الفراعنه كانوا بيقولوا عليه زمان كمان من اغذيه الخصوبه. طب الكابوتشي هل ليها نفس القيمه الغذائيه بتاعه الخس البلدي الجميل ابو ورقه غامقه وعريضه؟ للاسف لا. لا ما تهزري، لا معقوله يا دكتور؟ خالص ينفع كده يا فندم؟ خالص، الخصاية البلدي المصرية الجميلة بتاعتنا الطويلة تانية أطعم بكتير. الكابوتشي مسكرة، اه طبعا هي مسكرة وغنية بالألياف فعلا، التانية فعلا أمر بالظبط. ما هي الفايدة في المرار، يا سلام سبحان الله، لأن ده زيت الخص بيكون تركيزه أعلى في الخص البلدي، فبالتالي الجسم بيقدر يستفاد منه بصورة أعلى. للأسف في ناس كتيرة بتتخلص من الورق وما بتاكلهوش بتاع الخص جد. هي بترمي القيمة الغذائية في الخصاية. فهي الخصية تتغسل كويس جدا، ورقة ورقة تحت مية جارية، وتتقدم ومعها الليمون ومعها طبعا البصل، بس أنا طبعا ما بفضلش كنت البصل. لسه بقى هسألك على موضوع البصل، احنا من قديم الأزل المصري عامل وجبته الخاصة اللي جنب الفسيخ والرنجة شوية حقيقي. طماطم، شوية مش عارفة ايه، لكن البصلية الخضرة دي ده حقيقي بتتاكل كده يعني، فاهمة؟ فهل ده صحي ولا لا؟ بيقولك البصل بيقتل البكتيريا، احنا عندنا الاعتقاد ده.
معلوماتك سليمة. البصل فعلا مضاد حيوي طبيعي، مضاد للالتهاب، بينظم مستوى السكر في الدم، بيقلل من نسبة الكوليسترول الضار، غني بالألياف، بيدي شعور بالشبع. ولكن احنا مشكلتنا ان احنا في رمضان والناس بتروح تصلي في المسجد بعد الفطار. لا ما احنا اتفقنا بقى احنا الناس هتأجل. لا يعني احنا بنتكلم هنا لو الناس أجلت للعيد. هو طبعا مفيد جدا، وعشان اقلل شويه من الحرقان بتاع البصل ممكن ننقعه في خل قبل ما نقدمه على المائده. الخل بيكسر شويه حته الحرقان اللي موجوده في البصل، ولكن هو طبعا مفيد، وكان بيرمز عند المصري القديم بيتخذوا رمز للاراده. فعندنا كمان الملانه، هي اراده فعلا بالزبط. اللي بيعرف ياكل بصل وعنده اراده ده رمز للاراده فعلا. الملانه كمان من الحاجات الموجوده في شم النسيم، والملانه عباره عن حمص، وطبعا دي برده من الحاجات الصحيه الجميل. عايزه اقول لحضراتكم ان المصري القديم كان بياكل كل حاجه صحيه على فكره، ده حقيقي. يعني كل حاجه كانت صحيه ومفيده. الحضاره اتبنت صدفه يعني، واكيد كان راجل بياكل كويس. بالظبط. فهي الحاجات الصحيه والطبيعيه هي اللي مفيده لصحتنا. طب هل في اي قيمه غذائيه في الرنجه؟ خلينا نتفق الفسيخ لا اكيد. لا الفسيخ لا طبعا. الرنجه الملح. الرنجه هي سمكه، الاسماك في مجملها لحمها بيتميز انه في نسبه من البروتين، سهله الهضم، سهلة الإعداد والتحضير، ما بتاخدش وقت كبير على النار، فهي مفيدة طبعا. وفي بعض الأنواع من الأسماك زي السردين عندنا، وزي التونة والماكريل الغنية بالأوميجا 3، فهي مفيدة، وخصوصا إن احنا داخلين على مرحلة الامتحانات بعد العيد، فبتساعد على التركيز والتحصيل الدراسي. الرنجة سمكية مفيدة، ولكن أنا مشكلتي مع الرنجة لو نسبة الملح فيها عالية. أما لو عملنا الرنجة زي ما ذكرنا بالسلطة والليمون والبصل. طب وإزاي نحطها تحت مية سخنة؟ قلت لي نحطها نص دقيقة في مية سخنة. نص دقيقة. هنجيب الرنجاية طبعا نطلعها من الكيس بتاعها، تبقى دلعة. بالظبط. ونحطها في نمسكها من طرفها كده ونحطها في المية لمدة 30 ثانية بالظبط، ونطلعها على طول. مية مغلية. مية مغلية. ده من غير تشويح على النار؟ لا 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 خالص. ده هنا هتكون نسبة الملوحة أقل بكتير وصحية أكتر، ودي الطريقة المناسبة للرنجة المالحة. الرنجة الدلع ممكن تشوح على النار أو نحطها في طاسة أو جريلا على النار، ما فيهاش مشكلة. لأن زي ما ذكرنا التدخين أو المعاملة الحرارية بتزود الملح، بتزود نسبة الملح. فعندنا عايزين الناس تستمتع، ولكن بضوابط، ننظم ونقنن الكميات المتناولة عشان نقدر نستمتع بأيام سواء شم النسيم أو العيد. وكمان بقى حضرتك عندنا لسه في العيد في كحك. لا بس خلينا انا عارفه ان حضرتك عندك كتاب عن اصول الاكل، يعني بتقول لنا كده اصل كل اكله منين. اصل الفسيخ ورنجة احنا عارفين انه مصري قديم، لكن ال احنا عرفنا منين المصري القديم كان بيدخن الرنجة السمكيه؟ يعني ازاي كانوا عارفين يعملوا ده؟ المصري القديم ملح الاسماك. التدخين مش المصريين اللي ابتدعوه. التدخين جالنا من رنجة هولندي اصلا، صح؟ نعم هولندية. هولندية من الدول الأوروبية. أمال المصري كان بيكتفي إن هو وقت ما السمك كان بيبقى زيادة في نهر النيل كان بيصطاده، طب بيلاقي كميات كبيرة ومش قادر ياكلها، فبدأ يجيب الملح. كانش فيه فريزر ولا بالزبط. كان فيه حاجة. فجاب الملح كوسيلة للحفظ، إن يبتدي يملح الأسماك ويركنها ويخزنها بطريقة آمنة، بحيث إن الوقت اللي بيقل فيه السمك في النيل أو مفيش مجال لصيد الأسماك بكميات كبيرة كان بيطلع من الأسماك المملحة المخزونة ويبتدي يستخدمها. وإحنا على فكرة الدولة يعني اللي يقول لك إن المصري الفسيخ، المصري القديم كان بياكل فسيخ، دي مقولة خاطئة. لا هو كان الموضوع ده تطور عبر الزمن بالزبط. بقى بالظبط. يعني إحنا خدنا الفكرة الأصلية من المصري القديم وتطورت عبر السنين. المصريين بس هم اللي بياكلوا فسيخ على مستوى العالم على فكرة. والعديد من الأبحاث اتعملت ان ده ضرر وان ده ليه عواقب سيئه على صحه الانسان، ولكن هو والله احنا كل سنه بنطلع نقول مفيش فايده. والله ما في فايده. انا بقالي فعلا كل سنه فعلا بنطلع نقول شم النسيم. والله احنا بنأدي اللي علينا وعلى رسالتنا، بنوجه الناس، وهي مساله وعي في البدايه والنهايه. يعني لكن الموضوع خطر جدا، يعني خطر جدا لو السمكه مش من مكان موثوق فيه. وللاسف كمان احنا مع المواسم زي الاعياد المحلات بتعمل بسرعه بسرعه بسرعه، فبالتالي السمكايه ما بتاخدش وقتها في التمليح الكافي. كمان وانا لو عايزه اكل فسيخ وانا بشتريه الاحظ الفسيخه لازم تتفتح قدامي، لحمها يكون لونه احمر وردي. لونها بني او لونها مزرق او عديمه اللون دي ما نشتريهاش خالص. بالظبط كده. تكون السمكايه واضحه على بعضها، ما تكونش مهريه، يكون نسبة الملح في الفسيخ. كل الفسيخ بقى كل ما الملح كتر كل ما ده كان مؤشر لأمان الفسيخ. الفسيخ الدلع أو الفسيخ اللي ملحه قليل ده دليل إنه ما خدش حقه في الإعداد والتمليح. فمهمة جدا للي عايز ياكل فسيخ الحكاية دي،
ننصح الناس كمان بالعيش البلدي على المائدة. العيش البلدي من الحاجات الغنية بالألياف وبترفع من كفاءة الجهاز الهضمي. يعني كده كده احنا بالنسبة لنا بصراحة بنقول للمشاهدين السادة المشاهدين انه تجنبوا الفسيخ، لانه مش معقولة كل سنة يعني الدكاترة بيقولوا لنا انه حاجة خطر، لكن دكتورة منال النهاردة ادتنا بصراحة تفصيل انه ليه خطر. يعني بتقول الانسجه نفسها جواه، يعني مفيش حاجه حضرتك هتعمليها في المطبخ هتقدر ان هي تعقم لك الفسيخ. ده حقيقي، مفيش حاجه اسمها يعني كده. في اللي يقول لك بنجيبه ونقليه او بنجيبه ونغليه او ولا ليمون ولا خل ولا ميه ولا اي ولا ميه سخنه ولا اي حاجه، تظل البكتيريا جوه الفسيخ. الانسجه نفسها اللي فيها المشكله بالظبط كده. يعني بنشكرك دكتوره منال عز الدين خبير التغذيه في معهد تكنولوجيا الاغذيه على وجودك معنا. كل سنه وانتي طيبه يا رب، يعني العيد الجاي نحتفل بقى وناكل فيه رنجه من غير فسيخ رنجه بس، وعلى خير يا رب وتعدي على خير، وان شاء الله ما يبقاش فيه اي اصابات من الفسيخ، وانه عشان خاصة المشاهدين مش هياكلوه باذن الله. هي كل حاجه بالتنظيم والتقنين، وناكل وما نفرطش وناكل وما نكترش وفي صحتنا ما نفرطش، يعدي العيد بامان وسلام. وسعيده اني كنت معاكم يا رب يا رب. اذا لا تاكلوا الفسيخ، به اضرار، به بكتيريا اسمها البكتيريا اللاهوائيه، لا تزول بالخل ولا تزول بالليمون، وليس لها اي حل غير الابتعاد عنه. لو اكلت فسيخ احرص على الفسيخه ورديه اللون، ابعد عن البني عن الازرق، اهرب، ممكن تعمل مشاكل كبيره. وزاره الصحه المصريه كل عام بتعمل أو بتعلن حالة الطوارئ في كل مراكز الإسعاف في يوم شم النسيم تحسبا، لأن في حاجة لا قدر الله لو حصل وحصلت لك حاجة ما تروحش على مستشفى عادية، روح على أحد مراكز السموم، لأن ده اللي يبقى عنده المصل وده اللي هيعمل لك غسيل معدة وهيعالجك. ده بتكلم كل ده على إيه يعني؟ على الفسيخ. ما نسيبنا من الفسيخ، عندنا الرنجة، عندنا الملوحة، عندنا التونة، عندنا السمك بقى بكل أنواعه. الموضوع سهل وبسيط، مش محتاج تعقيد. على كل حال كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير، وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. بنصبح على حضراتكم صباح الخير. صباح الفل.